متعة القراءة مع محمد حسنون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين والمستمعات، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج متعة القراءة. تكلمت سابقا عن القراءة الخارقة والغطس، وكيف ممكن نستخدمها في الحصول على المعلومات التفصيلية، وممكن نستخدم تقنية أخرى لو حبينا بديلة، وهي تقنية الانزلاق. هذه التقنية هي البديل الأفضل خصوصا للقراء اللي عندهم ميول قوية للتفكير التحليلي. ليش؟ لأنها بتعطي العقل التحليلي مشاعر الأمان لما ينساب بحركة سريعة خلال المادة. الانزلاق تقنية سريعة وقوية ومدهشة في دقة الفهم، لا سيما في المواد المطولة جدا كالمواد التعليمية والتثقيفية، وتستخدم عشان نغطي كامل المادة وممكن باب أو فصل في كتاب، وتعمل أيضا بشكل جيد في التقارير والمجلات وقراءة المواقع الطويلة على الإنترنت. القراءة الخارقة والغطس زي ما ذكرت تحتاج إلى تدريب أكثر، لكن الشيء الرائع في تقنية الانزلاق إنها سهلة في التطبيق وثمارها سريعة. فيا ترى إيش هو سر هذه التقنية الرائعة؟ متعة القراءة. أعزائي المستمعين والمستمعات، قوة أو سر قوة تقنية الانزلاق تعود إن العقل يتميز بقدرته على ملء الفراغات. يعني لو أنا أخذت مقطع الآن في صفحة ومسحت منه كلمات بشكل عشوائي وأعطيتكم هذا المقطع عشان تقرأوه، راح تندهشوا إنه العقل هيتمكن من قراءة هذا المقطع مع إنه في كلمات ممسوحة غير موجودة. السبب إنه العقل قادر إنه يملي الفراغات علشان يشكل المعنى الكامل للمقطع. أنا في دوراتي بعرض للمتدربين والمتدربات صورة عقولهم تراها مع إنها أصلا غير موجودة، وشافتها عقولهم من خلال ملء الفراغات الموجودة بين الرموز اللي في الصورة. ولو كنتم أمامي كنت حوريكم الصورة وحتندهشوا من النتيجة. المعنى أن العقل ما يحتاج أنه يقرأ كل كلمة عشان يفهم المقطع. طب ليش أنا أدلل العقل وأعطيكم الكلمة؟ ثقوا في عقولكم وخلوها تعمل بأقصى طاقتها وحتشوفوا العجب. من هذه الميزة كانت فكرة تقنية الانزلاق. كيف أطبق هذه التقنية على صفحات الكتاب؟ متعة القراءة. أعزائي المستمعين والمستمعات، طريقة الانزلاق، أبغاكم تستخدموا تقنية اليوسفي اللي ذكرناها في أول الحلقات عشان تضاعفوا من قوة تركيزكم وترفعوا من انتباهكم الداخلي. بعد كذا راجعوا أهدافكم القرائية اللي وضعتوها، اقرأوا العنوان الأساسي أو الرئيسي للفصل والعنوان الفرعي. الآن ابدأوا بالمقطع الأول. هذه التقنية تعالج كل مقطع على حدة عشان كذا هي قوية ودقيقة. هنبدأ بالمقطع الأول وأبغاكم تقرأوا الجملة الأولى. ليش الجملة الأولى بالذات؟ لأن الجملة الأولى في كل مقطع هي بتحمل الفكرة الأساسية للمقطع، فهي زي المظلة للمقطع. بعد كذا أبغاكم تنزلقوا على باقي المقطع. كيف ننزلق؟ تحركوا العين بطريقة سريعة وعشوائية كأنها بتتنطط على المقطع. لاحظوا الكلمات اللي تحمل المعنى الكامل واللي تدعم الفكرة الأساسية، ومع التدريب شوي شوي هتستطيعوا أنكم تلاحظوها. لو فضل المعنى في المقطع غير واضح، اقرأوا الجملة الأخيرة. تابعوا هذه العملية مع كل مقطع في كل صفحة حتى تنتهوا. اقرأوا الملخص في نهاية الفصل إن وجد. تقنية الانزلاق تقنية رائعة وسريعة في الحصول على المعلومات. في دوراتي كانوا بيستمتعوا بهذه التقنية ويندهشوا من سرعة حصولهم على المعلومات. استمتعوا بقراءتكم وعيشوا حياة أفضل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متعة القراءة مع محمد حسنون.